ورجعنا لحضراتكم بفقرتنا الثانية والأخيرة واللي هنتكلم فيها عن موضوع الحقيقة مهم جدا وممكن أنه يغير حياتنا بالكامل. من أيام قليلة أعلن إيلون ماسك عن مؤسسة شركة نيورالينك نجاح زراعة أول شريحة دماغية بالمخ البشري. ترى الكلام ده معناه إيه؟ إيه الوظائف اللي هتشتغل عليها الشريحة دي؟ هل هي شريحة علاجية ولا ليها أغراض تانية؟ طيب هل الشريحة دي ممكن أنها تتحكم في تصرفات الإنسان ومشاعره؟ تساؤلات كتير جدا حوالين الموضوع محتاجين نعرف الإجابة عليها. عشان كده بينورنا دلوقتي دكتور دينا زمزم، أستاذ المخ والأعصاب بجامعة عين شمس. وصباح الفل والوردة على حضرتك يا دكتور، نورانا. صباح الوردة على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. خلينا نفهم من حضرتك كده، إيه هي الشريحة الدماغية وإيه هي البوزيتيفز والنيجاتيفز؟ نعرف كده الإيجابيات والمخاطر. خلينا نقول الأول إن المخ البشري بيتحكم في التصرفات والحركة عن طريق إشارات، يا إما الإشارات دي كهربية يا إما إشارات كيميائية أو كيميكال، مواد كيميائية بتتفرز فبتدي الأوامر أو الأوردر اللي بيروح من الدماغ لبقية أجزاء الجسم والأعصاب والعضلات. الحقيقة الشريحة دي أو النيورالينك هي لو كملت هتعتبر طفرة أو ثورة. هو الفكرة بتاعته كانت من أول 2016 وابتدى ياخد موافقات إن هو يعملها على البشر أو البني آدمين في شهر 5/23. قبل كده كانت بتتجرب على المونكيز والقرود وعلى الراتس أو الفيران. متوقع إن السنة دي يعمل 11 حالة والسنة الجاية يبقى قرب 30 واللي بعدها يبقى قرب 80 حالة. فكرة الشريحة إن إحنا بنركب جهاز بحجم الكوين في السكال أو في الجمجمة. الجهاز ده بيبقى فيه أسلاك رفيعة جدا خارجة منه بلاتينيوم أو ذهب، والأسلاك الرفيعة دي في حدود 1000 سلك. هو هيبتدي يوصلهم أو ابتدى في التجربة بتاعته أنه يوصلهم للجزء الأمامي أو من المخ اللي بنسميه الفرونتال كورتكس اللي هو المسؤول عن الحركة. فهو عن طريق الجهاز اللي بيتشحن ببطارية عن بعد، المفروض ان الأفكار بتاعتي لما تبقى موجودة تدي أوامر للجزء أو المنطقة في المخ المسؤولة عن الحركة فأتحرك. هو خد الموافقة ان هو يشتغل وفتح باب المتطوعين من شهر 9 السنة اللي فاتت. وقال ان هو هيشتغل الأول على الناس اللي عندها مشاكل في العمود الفقري أو النخاع الشوكي اللي عندها شلل رباعي. لو التجربة نجحت ده معناه ان هتبقى طفرة علاجية ان الناس اللي ما بتتحركش تتحرك او تبتدي تمشي، ومش تمشي بصورة افتراضية يعني مش زي الكمبيوترز بس اللي يتهيألي اني بمشي، لا يمشي فعليا لانه هينجح انه يوصل الاشارات اللي كانت مش واصلة او مش مظبوطة للاجزاء اللي مسؤولة عن الحركة. مش كده بس، هو المفروض انه هيكستند استخدامها او هتروح لاغراض علاجيه لو نجحت للناس اللي عندها مشاكل زي الزهايمر، زي الشلل الرعاش، الناس اللي عندها اضطرابات كهرباء مش مستجيبه للادويه، ان يخلي فيه استجابه او فيه كنترول على الاشارات الكهربائيه. ده بالنسبه للشق اللي هو هيستخدمه كعلاجي. في شق تاني بقى ان هو ده يعني هتبقى طفره إنه ممكن الجهاز ده بعد كده يتوصل كأنه بإنترنت أو كمبيوترز، فهتبقى عندك القدرة أنك لما تفكري تحركي الحاجات عن بعد أو تستخدميها بآلية تانية. يعني لو نجحت المرحلة اللي هو بيستخدمها على المرضى هينقلها لفيز تانية أو استخدامات تانية، إن هو يطور بيها الإمكانيات بتاعة العقل البشري عشان تواكب الارتفيشال انتليجنس او الذكاء الاصطناعي في المستقبل. دي طبعا هتبقى حاجه زي وصله ما بين الطب وما بين التكنولوجيا او الحاجات التكنولوجيه اللي بتستخدم، ان نبتدي عقلنا يستخدم التكنولوجيا يعني. طيب احنا بخصوص التكنولوجي خلينا نعرف رأي التكنولوجي. ونرجع طبعا تاني نكمل مع حضرتك. من أستاذ محمد المقدادي، خبير وباحث تكنولوجي عبر سكايب من الأردن. وصباح الورد على حضرتك يا أستاذ محمد. صباح الورد ياسمين. خلينا نعرف من حضرتك كده، هل الشريحة دي أو الشريحة الإلكترونية من وجهة نظر حضرتك طبعا بتقتصر على الأمراض فقط، ولا مثلا نقدر نقول إن ليها وظائف تانية؟ نعم طبعا، اليوم لما نحكي عن الشريحة هي في طور البناء التجريبي، وإحنا شفناها تم تطبيقها على خنازير وبعض الحيوانات ومنها القرود. وهذا الإشي صراحة اليوم سيتم تطبيقه على الدماغ البشري،
وبالمرحلة الأولى هو فقط سيتم اللي هو نقل الإشارات واستقطاب الإشارات. وزي ما تفضلت الدكتورة اليوم، أنت فقط بتحكي عن إشارات كهربائية يتم نقلها ونقل البيانات اللي هي بواحد ميجا على سبيل المثال، وهي تقريبا بحجم أقل من صورة بكثير. هاي الواحد ميجا تنتشر ب 1024 قطب، زي أقطاب كهربائية، أسلاك رفيعة جدا. قطر هذه القطعة اللي هو 2.3 سنتيمتر، وسمكها بنفس سمك غلاف الجمجمة الطبيعي اللي هو 0.8. واليوم احنا لما نيجي بنحكي عن القطعة تكنولوجيا، هي في طور التجربة، وما في صراحة اليوم شيء ملموس من ناحية اللي هي دمجها في الذكاء الاصطناعي، ولكن هذا التوجه المستقبلي اللي من الممكن توصله هذه القطعة. هذه القطعة راح يكون، لو نيجي نحكي عن الخيار العلمي الذي سيكون مرتبط في هذا الجهاز، احنا بنحكي انه تخيلي انت اليوم بتفكري في اي شيء، قطعة مربوطة على الانترنت، اي شيء تتخيلي فيه تستطيعين الاجابة عليه بدون ان يعني استخدام اي كمبيوتر او تابلت او تليفون، بس انك بتفكري فيه الجهاز نفسه حيكون مربوط مع الانترنت، يحلل عنك ويجاوب عنك ويجيب لك الاجوبه اللي انت بدك اياها من الانترنت فقط من خلال التفكير. هذا الخيال العلمي اللي ممكن يوصله. اليوم احنا لما بنيجي نحكي عن هذه الرقاقه، هذه الرقاقه ما بتحل مشاكل الا الامور اللي تحل في الكهرباء. يعني انا اليوم بهذه الرقاقه في بعض الامراض المختصه بالشلل ما بتقدر تعالجها. إذا كان العلاج يعني وراثي وكنت أنت مولود في عندك شلل ما بتحله، إذا كان العلاج عندك يحتاج لأمور عصبية ولكهرباء وأشياء مثل إيه، ممكن إنه يحل لك المشكلة بالإضافة للزهايمر. فنقطة اللي هي علاج الشلل والزهايمر قياس الضغط والحرارة هم من النقاط اللي هم راح يكونوا موجودين الآن في هذه الرقعة. طب أستاذ محمد، يا ريت حضرتك تفضل معانا على سكايب، هنرجع لدكتور دينا ونرجع لك مرة تانية. خليك معانا دكتور دينا، خلينا نكمل كلامنا. وردا على كلام أستاذ محمد، هل شايفة أنه الإنسان يعني ممكن يتحول لآلة، يعني ما يبقاش يعني يبقى شبه روبوتس مثلا، نقدر نقول كده بعد الكلام اللي عرفناه من أستاذ محمد؟ هو الحقيقة كمان المثير أن أصلا الشريحة دي اللي بيحطها روبوت، حتى مش دكتور، يعني حتى اللي بيحطها اللي مش بيحطها دكتور بشري، روبوت. ده يعني روبوت. هو لما بيجرب جرب كروبوت، هي اللي بتحطها. هي الفكرة مش ان احنا هنلغي البني آدم، هو الخوف في المستقبل هو التحكم في المشاعر والتصرفات والأفعال بتاعت البني آدمين، وده يمكن الشق الأخلاقي اللي الناس خايفة منه بسبب تركيب الشرايح الدماغية. لكن هو مفيش حاجة تقدر تلغي المشاعر بتاعت البني آدمين، إنما الفكرة برضو زي أي حاجة إلكترونيكس إنها تتعرض لمشاكل، فيبقى فيه عدم خصوصية لأي معلومات أو حاجة عندك، لأن كل اللي في دماغك ده موصول بشريحة كأنه كمبيوتر. البني آدم جات هاكت. بالظبط. فممكن قدام الداتا بتاعتك كلها تبقى برضو معرضة أنها تبقى هاكت. التحكم في المشاعر أو التصرفات دي حاجة من الملاحظات الأخلاقية اللي الناس خايفة منها في المستقبل بسبب تركيب الشرايح. ده غير طبعاً أنه ممكن يبقى فيه شوية خطورة فعلية، بمعنى أن تركيب الشرايح نجح مثلاً على الراتس والقرود بنسبة 87%، إنما في مثلاً حاجات كانت آثار جانبية، في حالات مثلاً من القرود أو حاجات حصل لها نزيف في المخ أو حصل لها تشنجات بعد كده أو تورم في المخ أو التهابات مكان تركيب الشريحة، أو ممكن يحصل إنفكشنز أو ميكروبات. ففي شق أصلاً طبي إن في خطورة، لأن دي حاجة بتتركب حتى لو جوه السكال أو جوه الجمجمة، لكن انفيسيف، ممكن يعني الجسم يرفضها، ممكن يحصل منها مشاكل. وفي الشق زي ما بقول لحضرتك الأخلاقي طبعاً اللي هم خايفين منه طبعاً. وهو التحكم فعلاً في البني آدمين أو الغاء الخصوصيه، ان انا كل صحيح. حاجتي مكشوفه، يعني تخيلي حضرتك كل اللي بتفكري فيه بيتنفذ، دي حاجه حلوه، بس كل اللي بتفكري فيه كانه مقري برضو على شرايح او جهاز كمبيوتر. صحيح، كان حد مخترق البني ادم. طب خلينا بالزبط. نرجع لاستاذ محمد على سكايب ونعرف رايه في النقطه دي. استاذ محمد، هل نقدر نقول ان الشريحه بتخزن المعلومات، وهل مثلا الشريحه دي ممكن نقدر نقول ان هي زي الكمبيوتر كده تجات هاكد او تخترق؟ نعم. هلا الشريحه اليوم لما نيجي نحكي عنها، هي بامكانها ترسل البيانات، يعني هي فيها سندر وريسيفر،
بامكانها انها تنقل البيانات بكميه اللي هي الباندويث تبعها، اللي هو المساحه اللي ممكن او طبيعه البيانات اللي ممكن تنشرها او تنقلها في 1 ميجا بايت. طبيعه البيانات اللي بامكانها تنشرها اليوم هي معلومات لها علاقه بقياس الحراره، قياس الضغط، ومعلومات كهربائيه من ال 1024 قطب اللي موجودين متصلين في اكثر من مكان في الدماغ. هلا الخوف في المستقبل كمان اللي هو تحول الانسان الى سايبورغ. شو يعني سايبورغ؟ اليوم انا في عندي انسان الي، اليوم في عندي انسان سايبورغ، وفي عندي ذكاء اصطناعي. الذكاء الاصطناعي هو السوفت وير، الكودات البرمجيه بتساعدك انك من خلال تحليل بيانات بتساعدك انك تعطي اجابه جديده او تخلق لك تحليل جديد. هلا نروح للروبوت الالي، هو هاردوير، يعني انت بتشوف زي انسان الي بتكون من قطع، وهذه القطع هي اللي بتخليه يتحرك من خلال كهرباء، من خلال نيرون. هلا في عندي شيء اسمه سايبورغ. السايبورغ هو الدمج ما بين الانسان الالي وما بين الانسان، يعني الانسان يحتوي على قطع اليه مثل الايد، مثل الرجل، مثل القلب، مثل الكليه، مثل الرقاقه المزروعه في الدماغ على سبيل المثال. فالانسان السايبورغ هذا راح يتم طبعا اكيد حاصل راح يكون موجود، انسان مدموج ما بين الاله وما بين الانسان، هيك طبيعي. يعني بتحكي عن شيء فلش لحم وما بين الآلة، قطع آلية. هنا احنا بصير الخطورة، وفي دمج الذكاء الاصطناعي مع الآلة ومع الإنسان السايبورغ، هنا احنا بنحكي بلشت الخطورة. إذا الذكاء الاصطناعي استطاع إنه يستقل عن الإنسان بتفكيره بدون تدخل بشري، قدر إنه يحلل وقدر ياخذ إجابات وقدر إنه يسيطر على حاله، هنا بنحكي احنا عن الخطورة راح تبلش، اللي هي كثير طبعا متخوفين منها، سواء كان بيل جيتس ولا ايلون ماسك ولا غيرهم العلماء، وهذا الحكي مثبت وموجود. حتى على بعض المشاريع تم ايقاف مشاريع في مايكروسوفت، وتم ايقاف مشاريع في فيسبوك وفي جوجل للذكاء الاصطناعي، لانه الالات بلشت تحكي بلغه غير مفهومه، هي تفهمها فقط الاله من اله لاله. الذكاء الاصطناعي يسيطر على نفسه وبامكانه انه يتخذ قرارات باستقلاليه تامه عن البشر، هذه يعني من اسمى الشيء اللي ممكن يوصله الذكاء الاصطناعي. هنا الخوف. فالانسان السايبورغ هي مرحله ستكون موجوده، راح يصير الانسان مدموج ما بين لحم واله وذكاء اصطناعي، وطبعا راح يكون في اختراقات، وطبعا راح يتم سيطره على انسان، وطبعا سيتم سيطره على زي كانك مسيطر عليه، راح تصير سيطره على انسان. ولكن احنا في مرحله بعيده جدا عن هذا الموضوع، موضوع اللي اليوم ممكن يكون من هون لخمس سنين القادمين. احنا بنحكي فقط عن حل لامراض ومشاكل باستخدام هذه الرقاقه، بعديها راح يتم دمج هاي الرقاقه مع اطراف الكترونيه، راح يتم دمجها مع امور لها علاقه بالسايبر. انا بشكر حضرتك طبعا، شكرا جزيلا الاستاذ محمد المقدادي، خبير والباحث التكنولوجي، كنت معانا عبر سكايب من الاردن، بشكرك شكرا جزيلا. خلينا نرجع لحضرتك دكتور دينا ونعلق على كلام استاذ محمد، وايه راي حضرتك فيه؟ مما لا شك فيه ان يعني ربنا اختص الانسان بنعمه العقل والمشاعر والقدره على يعني زي ما بنقول حل المشكلات. اكيد وجود الذكاء الاصطناعي حاطط تشالنج او تحدي على البني ادم ان هو يقدر يفضل كنترولينج او متحكم في الاله. ويمكن الفكره بتاعت ايلون ماسك ان الشخص يتحول بذكائه من خلال الشرايح دي انه يبقى كانه شبه الكمبيوتر او متوصل بالانترنت او يقدر يستخرج اي معلومه او كده عشان ننافس الذكاء الاصطناعي. لكن طبعا احنا متخوفين في المستقبل، والمستقبل ده مش بعيد، احنا بنتكلم اول خمس سنين التطبيق هيبقى في حالات طبيه، انما بيتهيألي في خلال 10 سنين 15 سنه، وده في عمر الطب او عمر التكنولوجي مش فتره طويله، لا هيبقى في بني ادمين كاننا بنتحكم فيهم بالطريقه دي كاننا عن بعد، وهيبقى في اختراقات، يعني مفيش خصوصيه، هيبقى يعني الى حد كبير في كومباينيشن او مزج ما بين الانسان والاله. فبيتهيألي المفروض من دلوقتي يتحط ضوابط اخلاقيه على الحاجات دي علشان ما نقدرش بعد كده نخش في مشكله ان خلاص بقت ديفكت وبقت موجوده وبقت متاحه للجمهور. لان هو الغرض برضو بتاع ايلون ماسك ان في خلال خمس سنين ان الشرايح دي هتبقى كوميرشال، تجاريه، يعني الناس تقدر تستخدمها في العادي في الامراض، وبالتالي ممكن بعد كده هتبقى بمزاجها تشتريها برضو لو هي حاجه عشان ازود بيها ذكائي، او زي ما بيقولوا نعمل الانسان السايبر اللي هو ما بين الاله وما بين البني ادم. طب حضرتك شايفه انه في اوبشن ولو 1% ان الشريحه دي تبقى 100% سيف وامنه تماما على البني ادم وما فيهاش اي مخاطر؟
هو ما فيش حاجة آمنة طالما دخل فيها التكنولوجي والكمبيوتر والكنترول. هو حضرتك ما فيش سيستم حتى كمبيوتر أو سيستم آمن 100%. فوانس إن بقى فيه زي ما بنقول حاجة جاية من بره أو حاجة بتتخزن عليها المعلومات أو الديتا، فهي ما ينفعش تبقى آمنة 100%. إنما ممكن يبقى فيه ضوابط أخلاقية إن هي تفضل تحت النطاق العلاجي، يعني ان هي زي ما بنقول تحسن حياة بشر، تدي امل للناس اللي في حوادث العربيات مش قادرة تمشي، اللي عندها امراض جابت لها شلل رباعي زي امراض مناعية، التصلب المتعدد، امراض الضمور، امراض الزهايمر، الناس اللي عندها اوتيزم بيقولوا ممكن، اللي عندها سكيزوفرينيا او امراض نفسية، الناس اللي عندها مشاكل زي اضطرابات الكهرباء المش مستجيبة للادوية. يعني احنا نقدر نعمل لها كنترول طول ما هي تحت الشق العلاجي. لكن لو بقت فعلا تجاريا متاحة عشان اتحكم في جهاز الكمبيوتر من بعد، ابقى كأني انترنت شغال، لما افكر الاقي المعلومة، اني احرك الحاجة من بعيد بدل ما امسك الريموت، فبتهيالي لا، يعني لو وصلت للمرحلة دي تجاريا انها بقت متاحة مش هيبقى فيه كنترول. صحيح طبعا، انا بقى طبعا افوينت لكلامك لان انا شايفه نفس الفكره. والحقيقه احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا حضرتك، شكرا. نورتينا واستفدنا من حضرتك جدا. دكتور دينا زمزم، استاذ المخ والاعصاب بجامعه عين شمس، شكرا جزيلا. صباح الورد. صباح الورد على حضرتك. الله. مشاهدينا، خلصت حلقتنا النهارده، استنونا بكره في حلقه جديده ويوم جديد من برنامجكم صباح الورد.